لو الحكاية فيها إن فيتو. مين أنشأ برج القاهرة وأنشأه ليه؟ أنشأه ليه؟ هيعمل فيه؟ مش عارف والله ما أعرف. هو بيقول محمد علي اللي أنشأه، إنما أنشأه ليه دي ما أعرفش. توقع أنشأه ليه؟ ما أعرفش والله، أتوقع عليه كان حابب حاجة طويلة في البلد هتعمل منظر. برج القاهرة؟ والله وأنا مش عارف مين أنشأه، بس أنا عارف هو أنشأه ليه. تقريباً أنا شفت خاطر يعني حاجة كده كويسة، حاجة كويسة جدا. المؤلمين العرب عملوا لي بقى؟ عملوا لي عملوه عشان الناس تطلع في الفرق بس ما كانش عندهم أي هدف تاني؟ لا ما كانش عارف. هو برج القاهرة اتعمل عشان المؤلمين العرب عملوته، عشان عملوته مش عارف 24 دور ولا 25 دور، بعد كده كملوه بقى 12-32 دور. قديم قوي، ايام محمد نجيب، قبل محمد نجيب كمان. اسمه الله صلى على النبي. وانشأ شركه المحله كمان، شركه المحله والمصانع والكلام ده، هو اللي كان القطن، هو اللي عمل حاجه اسمها مش السوق والكلام ده، وهو اللي دخل خلى مصر كلها فلوس. وهنا مش عارف انت اسمه. الله عارف هو عمله ليه، ما علينا من اسمه، عمله ليه؟ لا انا ما اعرفش عمله ايه، مش عارف. اللي هو عمل حاجات كتير، والحاجات دي كلها لها اسم وبصمه في مصر لغايه دلوقتي. طب تفتكري انشأه ليه؟ عشان تبقى حاجه مميزه في مصر بس. ما كانش ليه اي هدف تاني؟ طب انت رحتي قبل كده؟ لا، بس ان شاء الله. طب تصور 23 حصل ان بعد ما قامت الثوره حاول السفير الامريكي في مصر رشوه الضباط الاحرار، وادهم شنطه فيها حوالي 6 مليون دولار امريكي للضابط للضباط الاحرار، على اساس ان افتكر ان ده دي ثوره عسكريه عملها جمال عبد الناصر، فممكن انهم يحتووا هؤلاء الناس بالفلوس. فجمال عبد الناصر خد الفلوس ديت وقال يعملها، نعمل لبنه يبقى رمز للثوره المصريه، وكان انشاء برج القاهره في 1960 او حاجه زي كده. ده دي قصه بناء برج القاهره، واعتقد ان القصه دي كتير من الجيل الجديد ما يعرفهاش.